مين بتكون هالبنت؟ هاي رفيقتها لفتون. لا هاي البنت ما انا رفيقتي جده. شو هالرفيقة الغريبة هاي؟ اجت على الخطبة بدون ما حدا يعزمها. ايه هيك مزبوط جيت، بس انا اجيت كرمال سهركن اياد. ريما لو سمحتي لا تنزعي خطبتنا. ايه صح فتون، انتي كمان حياتك رح تتغير كتير بعد هذا المشهد يلي رح تشوفيه هلا. ريما بكفي خلينا نروح. ماجد اتركني. اصحك ريما، انت يلي كسبتي خلاص، امشي هلا وروحي ورح تاخدي كل شيء طلبتيه. يلا امشي. بس ثانية، لا ما رح امشي. اياد تعرف الكل عم يضحكوا عليك، وامك اول حدا. لك شو عم تقول هالبنت ريما؟ مشان الله روحي. ريما خانم شوفي، انا ما بيهمني اي شيء رح تقولي، انت عم بتبهدلي حالك وبس. عم بهدل حالي؟ ما بتحب تعرف السر الكبير يلي امك وابوك خبوه عنك لحد هذا اليوم؟ ايه رنيم، بتقولي له انت ولا بقول له انا؟ امي شوفي، وانت شو مصلحتك لتساوي هيك؟ ولا اي شيء، بس من شان انتو الاثنين ما بقى تدعسولي على طرف. شو رح تخبروه؟ امي شو الموضوع قولي؟ يعني هو الموضوع لو سمحتي بيصير ولا ما بيصير هي مو شغلتك، اتركينا بحالنا بقى. لك شو الموضوع يا جماعة؟ ما تحكوا. الموضوع هو أخي خد هالبنت وروح من هون. يلا ريما. بس دقيقة وقف شوي، الكل لازم يعرفه خاصة إياد. ايه طيب أنا رح أقول. محمد لا تحكي لو سمحت. انتوا عن جد رح تجننوني؟ معناتها خطير كتير هالموضوع. إذا ما رح تحكوا أنا رح أقول لإياد. والله تبهدلنا. صالح بيك صدقني كلنا ويانا خير. بصراحة أنا مو أبو لإياد. هن انكذبوا على حضرتك. لا إذا ما نكون مصدقين خذوا هويته وشوفوها. مزبوط يلي عم تحكي؟ ايه طبعا عمي، اصلا ابو لإياد مات من سنين الله يرحمه، مو هيك رنيم خانو؟ سمعت صالح. صالح بيك خليني اشرح لك القصة. شو رح تشرح؟ كيف تكذب هيك كذبة؟ طيب هنين صغار عجبك وانت يا استاذ كيف بتجاريون؟ بس هو ما دخله، كان بده يساعدني مو أكتر من هيك. عن جد أنت مسكين كتير. يلا ريما امشي. طيب حياتي منروح، بس خليني كمل القصة. تركها تحكي وتقول، ما في حدا هون عم يحكي الحقيقة غيرها. بس لهلأ ما فهمت شو قوله مصلحة هاد الرجال. لا تصدقه، لأنه هاي البنت بتعمل مشاكل على طول، لا تصدقه أبداً. ما
ماشي، رح اشرح لك كل شيء هلا، اسمعني منيح. هلا محمد بيك وامه لإياد، وبتمنى هذا الموضوع ما يسبب زعل لاي حدا من الموجودين. كانوا هن الاثنين بالزمانات كتير بيحبوا بعضهم، بس الحب يلي بيناتهم كبر كتير وتطور لأكتر من علاقة حب. لك شو هالحكي هاد؟ لك شو هالجماعة يلي علقانين معهم يا صالح؟ معقولة؟ معقولة الحكي اللي سمعناه؟ أمي اللي قالته مزبوط؟ يا عيب الشوم، حياتهم كلها كذبة. قليلين حياة، خلونا نروح. لك قوموا لشوف جدي. قومي تعي، يلا بسرعة. يلا قوموا خلينا نمشي. صالح بيك يلا أبني. خلينا أوم. نفهم. قوم يلا. قوم مروان قوم. عن جد اللي استحوا ماتوا. خلينا نمشي. إن شاء الله انبسطتي ست ريما. برافو عليك أخي مجد، برافو. شو هالبنت الوقحة اللي جايبة معك لهون؟ عن جد بهنيك. ريما خلصتي؟ خلينا نمشي بقى. ماشي روحي، خاطركم يا جماعة. اسمعني شوي. بعدي ما بدي اسمعك. لا تزعل منا. أنا وثقت فيك محمد بيك، وما توقعت أبدا أنك تعمل هيك شي معي، وانتي ما فاجأتيني. يعني ولو معي حق ما بيصير قلع الجماعة من بيتي؟ لا بس لو انتي محلي طبيعي تعملي هيك وأكتر. طيب بلكي جدي راح ورفع دعوة عليكي. والله يا بنتي مو يرفع دعوة، إذا كل الدنيا وقفوا على هذا الباب ما حخلي حدا ياخد ولادي مني. الباب عم يندق، مين رح يكون؟ معقول الشرطة بلا ما نفتح الباب بلاها أمي؟ إيه وتكون الشرطة شو أعمل يعني؟ استغفر الله. تايم يلا ابني افتح الباب بسرعة. حاضر أمي. إياد صباح الخير، كيفكن اليوم؟ خالي مرام أنا أجيت لعندكن من الصبح لأحكي مع صالح بيك وزينة خانو. والله تأخرت لأنه جدي وستي راحوا مبارح. تعرف شو؟ مبارح أمي قلعتهم منهم. شو رأيك تنزلي هالخبر بالجريدة؟ العمى بعدين ما ضل شي لينحكى فيه. ما فهمت. ليكو اعتبارا من هلأ ورايح ما بدي كذب بنوب ولا تمثيل، خلصنا بقى. عم تفهموا؟ عن جد طولت هالسيرة كتير. روحوا دغري وحددوا يوم كتب الكتاب وعملوا عرسكم مثل ما انكم حابين ينعمل بالضبط، ساعة الكل بيسكت. فهمتوا علي؟ طيب وجدي؟ فهمني ليش انت محامي لكان؟ كيف يعني ما فيني اخده لحفيدي؟ صالح بيك القانون بيقول هيك، ما فيك تاخذ الولد طالما الام لساتها عايشه. انا ما بفهم بالقوانين هاي، انا جده بدي اياه. انت معك حق، بس اذا حابب تشوفه للولد لازم تتصالح مع الام، ما في طريقه تانية. صالح المحامي مزبوط عم يحكي، نحن ما فينا ناخذ الصبي. طيب شو نعمل؟ نقعد وما منساوي شي يعني؟ لا منلاقي طريقه نتصالح فيها مع الخانو، واذا اضطرينا منروح ومنعتذر. يعني لو كانت فتون شب أكيد جدا ما كان رح يبالغ بالقصة كل هالقد. حياة الرجال أريح بكتير والله عن جد. لا تبالغي بتول. أنا ما عم بالغ أبدا، عن جد البنت مهضوم حقها بهالموضوع، حتى أنت مو قدران تتقبل هذا الحكي. وأنت عم تسمعيني يا بالزور كمان. يلا
خلينا لكن هلا نتناقش بالموضوع لو سمحت. قلي امير، انتو شو الصعب بحياتكم؟ اذا قلت لك رح تفهميني يا ترى؟ احكي لشوف. عن جد انا ما عم افهم شي. كتير منيح والله، يعني النسوان لازم يتحملوا اذى الرجال دائما يلي مثل جدة لفتونه مثلك، يعني على طول لازم تبهدلونا؟ هلا شو يلي عم تعانوا منه؟ عن اي اذى عم تحكي؟ هاتي لشوف. احكي احكي احكي. شو انت مفكر الحمل قصة سهلة؟ اه ومفكر الولادة رحلة ممتعة؟ ها؟ لك يعني يلي بيسمعك بيفكر انك رح تخلفي وانت عم ترقدي ورا الفدان. هلا انتم مرتاحين يا سيرين؟ قليلي بشو عم تتعبوا؟ اصلوا عن سوان زمان كانوا يتحملوا كتير. والله جد؟ يعني نحن مرتاحين؟ ايه طبعا، كل شي متوفر لكم. توحمتي؟ يلا اركض يا مروان. اذا ورموا رجليكي اعمل لي مساج الون يا مروان. زادوا اذنك، روح مشيني لانحف يا مروان. يعني مصر انه الحمل شغلة سهلة ما؟ ايه كتير مصر. تفضل يا بيك. يسلمون. صحتين وهنا. تفضلي. أنا بتشكرك. معوضين. لك أنتوا النسوان ليش بتحبوا تبالغوا؟ طالما أنه مشكلة جدك وستك انحلت، إيه آخر الأسبوع بخطبك. أنا جهزت كل شي على فكرة. خي شو هالحكي هاد؟ جهزت كل شي؟ وما خطر لك أنه تسألني أبداً؟ جهزت كل شي لحالك؟ إيه شو بعمل؟ كله بيهون كرمالك انتي. اكيد بتكون تعبان كتير. ايه يعني شو قول، الابطال ما لازم يشتكوا. حياتي يا سوبرمان انت ويا باتمان، حتى سبايدر مان ما بيطلع له معك. انتي عم تتمقلسي علي مو؟ لكن شو مفكرني عم اعمل؟ ليش كل هالفشخرة؟ يعني صحتك ممتازة ومصاريفي، عملت لي كم مفاجأة من تبعاتك صرت بطل. دقيقة دقيقة، انت كأنك مفكرة حياتي سهلة وبسيطة. انسي فتون. اي بسيطة طبعا. لي كمان مو ناقصك شي، انت مدير شركة محترمة وكل شي تحت ايدك. اه يعني مصرة على الموضوع؟ مصرة واثقة منه. واثقة كمان؟ ايه كتير طبعا. ايه شو عليه؟ ليكي انا بعد نص ساعة عندي اجتماع، وانتبهي اياد البطل دقيق كتير بالمواعيد، ومن هلأ منتبادل الأدوار. مرحبا يا جماعة. مين هي؟ لا لا تتفاجأوا كتير. ها هذا مكتب إياد، معناته لازم أقعد مكانه. ما بصير تعدي. بس ثانية لو سمحتي. شو عم تعمل؟ رح فهمكن. شو عم بصير؟ معكن حق انه تستغربوا، شي طبيعي بهذا الوضع لانه اياد مريض كتير، المسكين ما عم يقدر يقوم من تخته. يا الله يا فتون قدي عم بتبالغي، مو معقول. قال رايحة ولابسة طقم رسمي قال. لا اليوم ممنوع اي حدا ينزل لي مرائي. اينا؟ يعني اليوم انا المدير، منبلش؟ شو اول مشروع لازم يتناقش؟ اول مشروع رح نناقشه هو هذا المشروع، في اخطاء بالبنى التحتيه وباختيار العناصر، لهيك طلعوا عن التصميم. وقف وقف وعيد الحكي على مهلك لأني ما فهمت شي. معناها أنا بختصر لحضرتك. شوفي هالمخطط، طلعوا عن تصميم إياد بيك للمشروع وعملوه أكبر بـ30 سنتيمتر للشقة. شو؟ شو هالحكي؟ فعلاً قليلين أدب، كيف هيك؟ لا ما شو هالحكي؟ ولهيك صار المطبخ أكبر بـ30 سنتيمتر. ايه كتير كتير منيح وهالشي حلو، المطبخ الواسع احسن، نحن النسوان منعرف هالشي. يا خانم معك حق، بس طلعوا عن التصميم. ايه اذا هيك خلينا نهدوا للمطبخ. شو؟ ولك سكتي سكتي. شو هالحكي؟
أنا كنت عم أمزح، ما بصير نعمل هيك، هاد اسمه تبذير. يا خانم، إياد بيك كان دائماً يختار الألوان اللي نحن بنستخدمها. هاي أكتر شغلة بفهم فيها. أكيد رح تقول اللون الفوشي. اللون الفوشي؟ أنتوا تخيلوا الفوشي مطروش على كل البناية، عن جد بتطلع بتجنن. لك خطيبتي وبعرفها. هلا أكيد رح تسمي المشروع بيوت الفوشيا كمان. المشروع منسميه بيوت الفوشيا. حذرت. هالاسم حلو كتير. أنا بعتذر، بس في شي مهم، هلا وصلوا الموظفين من نقابة العمال. فوتيون لعندي فورا. فوتون؟ فوتون اصحك تحكي معهم بتروحينا؟ فوتون؟ يعني إذا في أي مشكلة منحلها. لا لا، هدول لا، أوعك تحكي مع حدا. بعتذر. أنا شايفكم. كيف يعني؟ شايف البدلة شو لابقتلي؟ يعني شوية جدية وشوية ذكاء مو أكتر. بس أنت قلي هلأ كيف عم تشوفنا هون؟ في كاميرا عم بتصوركم. أي كاميرا هاي؟ إياد يلي عم تعملوا عيب. أنا باجتماع، يلا روح. وقفي وقفي، لا تسكري. تفضلوا. يا أهلين وسهلين. لك يلا قومي بسرعة. وانت كمان يلا تفضلوا قعدوا. شو عم تعمل؟ ما لازم تستقبلها. ما عم بفهم هالبنت. شو عم تعمل هي؟ ما بعرف. ايه عمي، كيف الصحة؟ ان شاء الله منيحة. نحن جايين نشوف اياد بيك. اليوم أنا رح نوب عنه. تفضل احكي لي. يا خانم، نحن منحب إياد بيك ومنحترمه. الحقيقة هو بيهتم بمشاكل العمال كتير، بس مسألة رفع المعاشات شي مهم، وإلا كل العمال رح يتركوا الشغل. مستحيل، ما بيصير. الشغل ما بينترك. هلأ أنتوا قولوا قديش طالبين ومنحلها. مو حلوة يتركوا الشغل مشان المعاش. نحن مطالبنا واضحة. طيب قديش؟ 30%. شو؟ فاصليون فتون، فاصليون منيح. انت بتحبي تفاصلي وانا بعرف. انتبهي ولا تورطيني معهم مشان الله. ثلاثين بالمية منيحة بنظرك؟ هي مو منيحة كتير، بس مصلحة الشركة بتهمنا كمان. يا الله قديش انتو ناس مزوقين واكابر. استنى، حط ايدك بايدي. هات ايدك لحتى بارك لك مبروك. وخليهم 40%. موافق. لازم يصير هيك. حتى اذا بدك 50%. اتفقنا عمي؟ اتفقنا يا خانم. عفوا يا خانم، خلينا نسأل إياد بيك، أكيد رأيه رح يفيدنا كتير. لا مشي الحال. يا ربي، يا الله على هالمصيبة. عن جد شكرا لك. إياد بيك هلأ على التليفون وقال لازم تحكي معه ضروري. بعدين بحكي معه. هلأ خلينا نحل الخلافات اللي بينهم. فتون، خدي التليفون وردي عليه. ثواني بس. إياد، لساتك مراقبنا؟ أنا مراقبكن فتون وقاعد عم شوف شو عم بيصير عندكن. معناها شفت بعيونك قديش شغلتك سهلة. بتقول ايه على كل شي وهذا كل الموضوع، مو هيك إياد؟ معناتها دبري المصاري اللي وعدتي العمال فيهن من شوية أنسة. وأنا من وين بدي دبرون إياد؟ أنا ما بعرف، أنت المديرة. طيب حبيبي، أنت لا تاكل هم أي شي. خلص أنا والشباب رح نحل المشاكل تبع العمال. بيوصل وهنن بيسلموا عليك كتير. سلمين عليك. وعليكم السلام. يلا روح هلا. هه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 
عمي تشرب شاي؟ شاي لو سمحتوا. يلا.